اليوم رهوف اقترحت موضوع الحموات بالزبط. الحماية كيف حماتك تكون راضية عنك صح؟ بالضبط. احنا اليوم بدنا اياكي تكسبي قلب حماتك. ما بدنا دائما نضل نعزز الصورة النمطية الخاطئة انه يعني الحماية والكنة والكنة والحماية والمشاكل بينهم لا. ما بتنتهي والكيد ما بنتهي. في كتير أمثلة على علاقات ناجحة، وإذا ما كانت العلاقة ناجحة من أولها بدنا نشتغل عليها. وليش أنت اللي بدك تبدي تشتغلي؟ لأنه أنت الصغيرة وأنت الكنة وأنت الإضافة وأنت حطي حالك محل هاي الأم، فما بدك تجاكريها وتناكفيها، ولأنه إذا حماتك راضية عنك جوزك رح يحبك أكتر. أنا معك 100%. أنا أول شيء هي مش نصيحة، هي حقيقة. أنا ضد فكرة المبالغة. كيف يعني المبالغة؟ يعني في بعض البنات ماشيين على مبدأ التملق. يعني أيوة. ماما لا هي مش أمك مبدئيا، هي مش هاي ماما. اللي بتحكي ماما قدها سهنة من إداهي مصبرة ماما. بعدين ما في داعي كل يوم ترني عليها تقولي لها بحبك خالتي، ما في داعي كل يوم. لا بعدين لا هو مش هيك. هو إذا المشاعر هاي حقيقية، يعني إذا أنت يعني الواحد مثلا كيف أقولك لأمك لوالدتك هذا الإشي كيف بيصير تملق واللي نادي عم تحكي عنه لما بتعمليه بسرعة. في بنات بتحسيهم هجموا بدجوا أيوة فترة زمنية قياسية. اكزاكتلي انت ما لحقت يعني خطبته مبارح صح بزبطش انه هاي انتي بحبك. لا مش مزبوط يعني مش منطق. بعدين مش كل ما تشوفيها تقولي لها ضعفانة حليانة زغرانة، مش كل ما تشوفيها. بعدين مثلا في منهم شوفي مأواهم بيعرفوا من اين تؤكل الكتف. بيعرفوا انه الحماية بتحب ابنها الصغير فبتصير هي تتملق لمرت الابن الصغير. طبعا عشان تكسب انه المودة سلفتها بالضبط. بس قصدي شو هالتحايل هذا اللي مش جنيون مش من القلب. هي هاي خليكي صادقة. أيوة. خليكي حقيقية صح. خليكي هيك شو بيقولوها كوني ذكية. يعني كيف احنا كوني مرة كوني مرة يعني نحن دايما منحب دغري بعلي علبناني. احنا نطالب كل الناس انهم يعززوا الذكاء العاطفي الموجود عندهم صح. ذكائك العاطفي بالتعامل مع زملائك مع شريك الحياة مع أصدقائك مع عائلتك مع الناس مش مفصلة عقياسك. لا فالإنسان ذكي عاطفيا يعني هو اللي بيعرف انه يتعامل مع مختلف انواع البشر. هاي السيده انت تعرفتي عليها لانك انت حبيتي ابنها وارتبطتي بابنها، فمش غلط انه انا افهم شخصيتها. مثلا اذا هي كيف اقول لك مرات بنات بخونهم ذكائهم، هو بتكون مقضيتها ضعفانه وحلياني انت بتجنيني وبحبك وبحبك، بس هي مو حاطه مجهود تعرف هاي الست اكثر او تسال عنها من ابنها. تيجي لنفترض هاي الحمايه بتكون ميته امها وهي صغيره